بمناسبة كمان الكلام يا كريم عن لعيبة الأهلي، خلينا نقول ألف سلامة للاعب بتاعنا مصطفى أبو الخير، كان اتصاب امبارح خلال المباراة اللي كانت للأهلي 2003، بس كان أمام اتحاد السكندري، بس هي إصابة صعبة جدا. نتكلم عن منافسات دوري جمهورية للشباب، كان عنده ارتجاج، للأسف جاله ارتجاج في المخ وكسر في الأنف، وحالته يعني هنقول حاليا مستقرة، بس الإصابة كبيرة. يعني مصطفى كمان كان في قائمة الأهلي لو حضراتكم فاكرين في مباراة شباب لوزداد، وهو من اللاعبين فعلا تقدر تقول عليهم واعدين، واستقباله كبير جدا بإذن الله مع الفريق الأول للنادي الأهلي. ألف سلامة عليه طبعا، وخليني كمان أنتقل